يقول: ما حكم استخدام الصابون المعطر بعد اداء النسك وعند الحلق؟ استخدام الصابون المعطر بعد العمرة او الحج عند الحلق. عند الحلق ايه؟ اذا كان له رائحة بينة فلا يجوز الا بعد التحلل. اما اذا كان ليس له رائحة زكية ولا، لانه لا يعد من الطيب، يقال صابون مطيب ولا يقال هو طيب. فإذا كان ليست رائحته قوية ومنتشرة فلا بأس باستعماله، أما إذا كان له رائحة قوية وتنتشر حوله فلا يجوز استعماله. في الصابون ما فيه طيب، يختار من الصابون الذي ليس فيه طيب. نعم.